التجربة في الجنة. انظر يا آدم، أنادي هذا العصفور فيأتي. أحسن الله إلينا يا حواء، فهو أعطانا كل شيء. كل شيء ما عدا ثمرة شجرة المعرفة. نعم، ذلك ممنوع. لكن حواء أخذت تفكر، وذات يوم ذهبت إلى تلك الشجرة وراحت تنظر إلى الثمر الممنوع. ظهر الشيطان في هيئة حية وجرب حواء. هل أنت متأكدة أن الله منعكما من أكل هذا الثمر؟ نعم، نموت مجرد أن نلمسه. انظري، لن تموتي من لمسة، بل إن أكلتي تصبحين حكيمة تماما مثل الله. أنت على حق، إن ملأني هذا الثمر بالحكمة فما الضرر من أكل قضمة صغيرة؟ آدم، كم هي لذيذة، كما أنها تزودك بالحكمة. لكن الثمر الممنوع لم يعطي الأثر الذي وعدت به الحية. وفجأة عرف آدم وحواء أنهما عصيا الله، وعرفا أنهما خسرا براءتهما. لسنا حكيمين، إننا فقط عريانين. أسرعي، غطي جسدك بورق التين ولنختبئ. وسط سكون الجنة سمع آدم وحواء صوت الله. كيف علمتما أنكما عريانان؟ هل أكلتما من الشجرة التي حذرتكما ألا تأكلا منها؟ المرأة التي جعلتها معي أعطتني إياها فأكلت. الحية التي خلقتها أغرتني. لأنكما عصيتماني، أخرج من هذه الجنة. من الآن وصاعدا ستشتغلان لتحصيل معيشتكما. وصنع الله ألبسة من جلد لآدم وحواء وصرفهما. انظري، سيف الملتهب يحرس مدخل الجنة، لن نستطيع العودة إليها. إلى أين نذهب؟ وماذا نفعل الآن؟